يرحمك. ايش يا ابو الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا، بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، إن شاء الله نحن في المسجد الأقصى المبارك. هذا مكان مبارك، وإن شاء الله نستغل هذا الوقت المبارك ما بين الصلوات، يعني من صلى المغرب ثم يصلي العشاء فهذا يسمى وسمى الرسول عليه الصلاة والسلام وفهمنا أنه رباط، يعني الرباط هو أن تربط صلاتين صلاة أخرى، وأجر الرباط عظيم جدا جدا، وأفضل الأعمال أثناء الرباط أن تجلس في حلقة ذكر وعلم، لأن هذه الحلقات تحفها الملائكة إلى عنان السماء، فيعني انظروا كم تتحصلوا عليه من أجر. وإن شاء الله نحسب أنه من يتابعنا ومن يشاهدنا عبر الشاشة كأنه بيننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون له نفس الأجر بإذن الله. إن شاء الله هذا الوقت المبارك وهذا المكان المبارك نقضي مع كتاب الله المبارك، نأخذ آية من القرآن الكريم ونتدبرها ونتدبر ما فيها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن ينفعكم بها بإذن الله. يعني نقرأ إن شاء الله من سورة البقرة في الآية رقم 26، يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. يعني هذه آية فيها معلومة، وهناك بعد المعلومة، يعني الله سبحانه وتعالى يبين إنه أمور الله سبحانه وتعالى يعني ينظر لها بحسب ما في قلب الإنسان. الإنسان المؤمن الصالح يرى بعين الله سبحانه وتعالى اللي وضع له إياها في القلب. عشان هيك قبل ما احنا اخواننا نتدبر هذه الآية، نذكركم بكلمتين جاءتا في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: نور على نور. نذكر بهاتين الكلمتين، يعني أعطينا فيهم درس، ولكن قبل أن نتدبر هذه الآية لأننا نحتاج النور الرباني. نور على نور، قلنا أن هناك نورين يتعامل فيهم الإنسان، يتعامل بهم قلب الإنسان. النور الأول هو نور الهداية الموجود في القلب، نور الهداية، هذا النور الله سبحانه وتعالى وضعه في قلوبنا حتى نرى بنور الله عز وجل. وعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام
إنه ما من إنسان يولد إلا على الفطرة، سواء كان يهودي أو نصراني أو غيرها، شو يولد؟ يولد على الفطرة. عليكم السلام ورحمة الله. هذه الفطرة نور داخل القلب، يعني توصلنا للا إله إلا الله. فنحن عندما ننظر من عبر قلوبنا إلى أي أمر في الدنيا، ماذا نرى؟ نرى عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني لما أنظر إلى طفل صغير يمشي في المسجد، ماذا أرى في هذا الأمر؟ أرى قدرة الله عز وجل، كيف هذا الطفل كان نطفة ثم بدأ يتخلق قليلا قليلا حتى أصبح بهذا العمر، كيف أن الأرض تحمله، كيف أنه يستطيع أن يمشي. أمور كثيرة أبدأ أتفكر فيها من كل صورة تراها عيني. هذه الأمور التي أتفكر فيها بها لأين توصلني؟ توصلني لتعظيم الله، فأقول سبحان الله، ما أعظم الله، ما أجل الله، ما أقدر الله سبحانه وتعالى. هذا النور الأول. النور الثاني هو نور الآيات، يعني كل شيء حولنا جعلنا إياه سبحانه وتعالى آية، الشمس آية، القمر آية، الشجر آية، الحجر آية، الماء آية، الهواء آية، كل شيء حولنا شو هو؟ آية. وعندما نتفكر في آيات الله عز وجل، ماذا عسانا أن نقول إلا سبحان الله. يعني إذا تفكر الإنسان على سبيل المثال بشجرة، كيف هذه الشجرة عبارة عن قطعة خشب ولكنها مغروزة في الأرض، كيف تستطيع أن تأخذ الماء اللي موجود في الأرض وتأخذ الأملاح والمعادن من الأرض؟ كيف تستطيع أن تأخذ الهواء من الجو؟ كيف تستطيع أن تأخذ النور من الشمس ثم تقوم بطبخ هذه الأمور حتى تخرج لنا، يعني في كل مرة يعني خلق ولا أعظم، له رائحة تختلف، له طعم يختلف، له شكل يختلف، له لون يختلف، وهكذا. يعني في مرة تخرج لنا حبة زيتون، في مرة تخرج لنا حبة تين، في مرة تخرج لنا حبة بندورة، في مرة تخرج لنا تفاحة. انظر إلى هذه الأمور كيف تختلف، مع أنه المواد اللي أخذتها هي نفسها. هذه الشجرة أخذت نفس الماء، وأخذت نفس التراب، وأخذت نفس الهواء، وأخذت نفس الضوء، ولكن شو أخرجت؟ أخرجت لنا كل هذه. وإحنا الله سبحانه وتعالى أعطانا دماغ يتفكر. يعني لو أنا جبت لك الماء والتراب والهواء والشمس وقلت لك أخرج لي منها حبة أو ذرة من نبات، هل تستطيع؟ ولو جمعنا كل علماء الأرض على أن يفعلوا، لا يستطيعوا. ولكن من يفعلها؟ تفعل هذه الشجرة، هذه القطعة الخشبية المغروزة في الأرض، فسبحان الله. عشان هيك إخوان نقول أن كل شيء حولنا شو هو؟ آية من آيات الله. كل ما أتفكر بآيات الله أصل لقول لا إله إلا الله، سبحان الله، ما أعظم الله. يعني وسألوا الأعرابي، لا راح مدارس ولا راح جامعات، سألوه ما دلك على الله؟ شو قال لهم؟ قال لهم كون فسيح فيه قمر منير. و يعني هذا الكون العظيم ألا يدل؟ يعني حكى لهم، قال لهم البعر يدل على البعير، والروث يدل على الحمير، وآثار الأقدام تدل على المسير. فهذا الكون الفسيح ألا يدل على الخبير، على العليم الخبير؟ يعني هذا كان تفكيرهم لهذا الإنسان البسيط، إنه هو لما ينظر إلى الأمور إلى أين يصل؟ إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. عشان هيك إخوان نقول هذين نورين، النور نور الهداية في قلبك، ونور الآيات. وعندما تأتي نور الآيات وترتطم بنور الهداية، شو بتقول؟ بتقول سبحان الله وتعظم الله. أخواني قلنا إن الحاجز، هناك حاجز قد يأتي ما بين النورين. هذا الحاجز من فين بيجي؟ من المعاصي. إن نحن قمنا بمعصية الله، شو بصير؟ كأنني أقوم ببناء جدار ما بين نور الآيات وما بين نور الهداية. وكلما عصينا الله أعظم، شو بتصير الآيات؟ بتصير الآيات قدرتها أخف على إنها تريك عظمة الله عز وجل. عشان هيك من أراد أن يرى بعين الله على الحقيقة، شو لازمه؟ لازمه إنه هو يقوم بفتح الطريق ما بين قلبه وما بين الآيات. فإن كان هناك معاصي،
عليه أن يقوم بالتبرؤ منها. وكيف نتبرأ من المعاصي إخوان؟ أول شيء إن كان في علي حقوق للعباد شو لازم أسوي؟ أرد الحقوق للعباد. ثاني شيء أن أطب مطعمي، يعني لازم يكون طعامي شو ماله؟ حلال. ثالث شيء أن أكثر من الاستغفار. الاستغفار هو جلاء للقلوب، والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. شو قال؟ وإن جلاءها الاستغفار. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نفسه كان يقول عن نفسه: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. فالاستغفار بيفتح الطريق. عشان هيك إخوة، عندما أريد أن أتدبر آيات القرآن الكريم لابد أن تكون هذه الطريق ما بين قلبي وما بين آيات القرآن الكريم شمالها مفتوحة حتى أصل لتعظيم الله. وإلا شو بدي أبدأ أسوي؟ بدي أبدأ أرى الأمور طبيعيا. هنا يا إخواني الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أول شيء نتكلم عن البعوضة، عن البعوضة، ثم نرى ما معنى فما فوقها. البعوضة نفسها، لما نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق البعوضة، خلق البعوضة، أول شيء نسأل: بما خلق الله عز وجل هذه البعوضة؟ بما خلقها؟ نعلم أن أمر الله عز وجل كن فيكون. يعني خلق البعوضة شو احتاج من الله عز وجل؟ لا أقول احتاج، ولكن ماذا تتطلب من الله عز وجل؟ أن يقول كن فيكون. الله سبحانه وتعالى خلق البعوضة بكن فيكون. طب نسأل إخواني سؤال آخر: الكون، السماوات والأرض، بما خلقها عز وجل؟ أيضا بكون فيكون. الله سبحانه وتعالى يقول: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فمعناه ما الفرق في خلق البعوضة وخلق السماوات والأرض؟ عند الله، مش عندنا، مش عندنا، عند الله. هل هناك فرق ما بين خلق البعوضة وخلق السماوات والأرض؟ شو بنقول؟ لا، إن البعوضة خلقت بكون فيكون، والسماوات والأرض خلقت بإيش؟ أيضا بكون فيكون. عشان هيك لا يوجد على الله سبحانه وتعالى ما هو سهل وما هو أصعب، أو ما هو صعب وما هو أسهل. كل الأمور عند الله سبحانه وتعالى إذا أرادها شو بقول لها؟ كن فيكون. إحنا إخواني يعني المقادير تختلف عنا، يعني لما أحضر لك حجرين، حجر صغير وحجر كبير، شو بتقول لي هذا صغير؟ وشو بتقول لي هذا كبير؟ هاي المقادير لمين؟ لإلنا. ولكن عند الله عز وجل هل هناك فرق ما بين الصغير والكبير؟ ما في فرق، لأنه كلها عند الله سبحانه وتعالى سواء، كلها عند الله وأمام قدرة الله سواء. فلا يوجد عند الله سبحانه وتعالى ما هو كبير وما هو صغير. هذه المقادير لفين؟ لإلنا إحنا المخلوقات، نقارن هذه المخلوقات بعضها ببعض. هناك إخوان لما ننظر لهذه البعوضة، ماذا هذه البعوضة مما تتكون؟ في لها أجهزة، يعني في لها جنحان، في لها عينين، في لها قنوات تقوم، يعني سكاكين موجودة في فمها، في لها أجهزة هضمية وهكذا. هذه الأجهزة مما تتكون؟ في النهاية تتكون من إيش؟ من خلايا. يعني بعوضة تتكون من أجهزة، الأجهزة تتكون من خلايا، خلايا مما تتكون؟ تتكون من ذرات، مظبوط ولا لا؟ طب نسأل: هاي الذرات لو كان في عنا القدرة إحنا نغير هاي الذرات، يعني الإلكترون والنيوترون والبروتون، أقوم بتغييرهم وتغيير شكلهم، شو بسوي؟ بسوي كل المادة أو كل الشغلات الموجودة في الكون. لأنه كل الكون اللي بنعرفه ليش بتكون في النهاية من ذرات، وهذه الذرات تتكون من نفس المواد الأساسية التي تتكون منها هذه البعوضة. عشان هيك خلق البعوضة إنما هو مثال فقط إلك يا إنسان، حتى تتفكر إنه كيف الله عز وجل خلق البعوضة. فهو قادر أن شو يسوي؟ أن يخلق أي شيء آخر، سواء كان أكبر أو أصغر، لأنه البعوضة نفسها اللي خلقها سبحانه وتعالى ويضرب لنا فيها المثل هنا تتكون من أمور أصغر. هاي الأمور الأصغر متضمنة داخل كلمة الخلق، داخل كلمة في المثال اللي الله سبحانه وتعالى يعطينا إياه. فخلق البعوضة
يعني خلق أجهزة البعوضة، يعني خلق الخلايا وخلق طريقة عمل الخلايا وخلق طريقة تعامل هذه البعوضة في الكبر والحياة والموت وكل الأمور التي يتعامل فيها أي مخلوق آخر، وخلق الذرات التي تتكون فيها أو تتكون منها كل الأمور الأخرى، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها. فالبعوضة إخواني هنا إنما هي مثل. عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة، مثلا ما بعوضة فما فوقها. فهذا المثال عند الإنسان الذي يرى بنور القلب شو معناه؟ هذا مثال لكل الخلق سواء كان فوقها أو أقل منها. أما الإنسان إخواني يعني لو جينا لوقت نزول هذه الآية قبل 4400 سنة لم يكن لدى الإنسان تلك الأدوات التي تعطي الإمكانية أن يرى ما هو أصغر من البعوضة. يعني كيف إحنا في عنا اليوم المجهر، في عنا المجهر الإلكتروني ونستطيع أن نقيس من خلال الطيف وغيرها من الأمور الأصغر من البعوضة، نرى الخلايا والأجسام. يعني الآن إخواني أي إنسان يستطيع أن يدخل إلى أي موسوعة ويطلب عملية تشريح البعوضة حتى يرى أجزاءها بالتفصيل ويرى مكوناتها وكيف تكونت هذه البعوضة. يعني الآن وصل العلم لهذه المكونات. ولكن لما نتكلم قبل 1400 أو أكثر من السنين لم يكن عند الناس هذه القدرة. عشان هيك الله سبحانه وتعالى تكلم معهم بما يمكن إدراكه، مثلا ما بعوضة فما إيش؟ فما فوقها. كل ما فوقها اللي احنا بنقدر نشوفه، يعني اللي شايف البعوضة أكيد بيقدر يشوف الذبابة، أكيد بيقدر يشوف العصفور أو الطائر، أكيد بيقدر يشوف غيرها من الإشي الأكبر لأنه قادر يشوف هذه البعوضة. إلا إنه هذا المثل لا ينفي إنه المثل أيضا مضروب مع الزمن عندما تتطور قدرة الإنسان ومعداته لفين نوصل إلى ما هو أيضا أقل. عشان هيك إخوان لما نقول فما فوقها يعني لا يشترط كما يقول البعض إنه فما فوقها إنه فوق البعوضة يوجد مخلوق. وهناك إخواني أي نعم من المخلوقات التي من الممكن أن تتطفل على البعوضة، هناك مخلوقات طفيلية صغيرة تستطيع أن تتطفل على البعوضة. ولا ننسى إخواني أنه مثلا مرض الحمى من أين يأتي؟ من قرص البعوضة. شو بيسوي؟ يقوم بنقل الفيروسات أو الميكروبات عبر لعابه أو خرطومه من إنسان لإنسان آخر. يعني الأمراض تنتقل عبر البعوضة. لهذه الميكروبات أو الفيروسات التي تنتقل أو تنقلها البعوضة هي أصغر ولا أكبر من البعوضة؟ طبعا أصغر. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يعطينا هنا ويتكلم معنا هنا عن أمور قد تكون أصغر حتى نتفكر في هذه الأمور أو حتى يتفكر الناس فيها من في ذلك الوقت. فيقول سبحانه وتعالى فما فوقها، قلنا لا يشترط أن تعني أن هناك مخلوق، مع أنه يحتمل أن تكون هناك مخلوقات تتطفل على البعوضة أو حتى المخلوق الذي يتطفل على البعوضة يكون مخلوق آخر أصغر منه يتطفل عليه، وهكذا حتى نصل إلى دقة متناهية لا ترى بالعين. وحتى المجهر العادي أحيانا لا نستطيع أن نرى هذه المخلوقات إلا بالمجهر الإلكتروني، واللي دخل في علم الأحياء يستطيع ويعرف هذه الأمور كلها. هلأ الله سبحانه وتعالى يقول فأما الذين آمنوا. هنا يعني الابتداء اللي تكلمنا فيه إنسان المؤمن الذي يؤمن أن الخلق من الله، يؤمن أنه لا يمكن أن يقوم أي إنسان بخلق، لا يمكن لأي مخلوق أن يخلق. الخلق فقط لمين؟ فقط لله عز وجل. عشان هيك يعني لو جاء إنسان، يعني نضرب مثل بسيط ثم نتطور في المثل. لو جاء إنسان بسيط وقام بتقطيع الشجر ثم نظمه حتى بنى منه بيت،
فنقول هل هذا الإنسان هو الذي خلق هذا البيت؟ نقول لا، لأنه هو ما جاب إشي من عنده. هو شو جاب؟ جاب مخلوقات خلقها الله عز وجل وركبها بعضها على بعض. أو حتى ننظر مثلا إلى السيارة أو إلى طائرة أو إلى حافلة أو إلى أي شيء آخر، نقول الله سبحانه وتعالى يعني خلق كل المواد التي تركبت وتشكلت منها هذه المصنوعة التي صنعها الإنسان. فأصل المخلوقات وأصل الخلق لمين؟ لله عز وجل فقط. لكن الله سبحانه وتعالى هنا يقول: فأما الذين آمنوا وأما الذين فأما الذين آمنوا، يعني الإنسان المؤمن يرى أن كل الخلق فقط لله عز وجل، فيعلمون أنه الحق من ربه. يعني لو جينا هلأ للواقع اللي إحنا منعيشه، مثلا نأخذ مثل آخر لفيروس COVID-19، يعني معظم الذين تكلموا عن هذا الفيروس قالوا عنه، قالوا عنه مخلق فين؟ في المختبرات. كلمة مخلق في إيش؟ في المختبرات. يعني جاب الإنسان فيروس معين وعدله وسوى منه فيروس آخر. حتى إخواني لو نزلنا للشيء، هذا الفيروس اللي خلقه الإنسان في المختبر، كلمة التخليق هنا يجب أن نعلم أنها لا تعني الخلق. يعني الإنسان ما بيقدر يسوي هذا الفيروس، شو لازم يسوي؟ لازم يأتي بشيء خلقه الله عز وجل، وبعدين شو يسوي؟ يعدله حتى يصل إلى هذا المخلوق الآخر. فحتى لو فرضنا إنه الإنسان قام بتصنيع كائنات حية، هذا ليس بخلق. شو ماله؟ شو بيبقى؟ بيبقى تخليق. يعني زي يعني نأخذ مثال حتى إنه نربط الفيروس بشيء آخر. يعني مثلا المزارع على سبيل المثال لما يأتي لنوعين من الشجر ويأخذ النوع الأولاني، شو يركبه؟ يركبه على الثاني، يعني التطعيم اللي يسموه التطعيم، قد يخرج نبتة ما بين الشجرتين، يعني لونها من هون أو طعمها من هون يتغير شكل هذه النبتة. فهل نقول إنه هو خلق نبتة جديدة؟ لا، إنما هو استخدم خلق الله مع خلق الله حتى يخرج خلق لله عز وجل. فهناك الإنسان المؤمن إخوان يعلم أنه كل المخلوقات الموجودة في الدنيا، سواء بشكلها الطبيعي أو اللي تعامل معها الإنسان أو اللي تدخل فيها الإنسان، شو هي؟ هي أصلا من خلق الله سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى لما يخلق فهذا الخلق حق، فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأنه كان بأمر الله وبقدرة الله وبتدبير الله، ولا يمكن أن يكون إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى. مين اللي ممكن يضل عن هذا الأمر؟ وأما الذين كفروا، هناك الصنف الآخر، يعني في عندك المؤمن وفي عندك الكافر. الكافر يتبع منهاج إبليس. إبليس لما نعود إلى بدايات وجوده، إلى بدايات وجوده، نرى إنه إبليس توعد أمام الله عز وجل أن يضل ذرية آدم حتى يصل إلى شيء، ولا يغيرن خلق الله. شو بده يسويه؟ يخليهم يغيروا خلق الله. يعني إبليس سيدل الناس على أن تقوم بتغيير خلق الله. هلا هذا التغيير شو راح يوهمهم؟ يوهمهم إنه خلق، وهم راح يقبلوا هذا الوهم. عشان هيك للكافر عندما يسير على منهاج إبليس قد يفتن وقد يغر، وقد يعتقد أنه قام بخلق أو عمل خلق، يعني يضاهي خلق الله، وهذا سيرا على منهاج إبليس. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يعني هذه بعوضة، الله سبحانه وتعالى لما يضرب لنا إياها فهي لا تعني شيء. البعوضة شو هي؟ صغيرة، لأنه هم لا يروا بعين البصيرة ولا يروا بعين الهداية والإيمان اللي الله سبحانه وتعالى، ولا يروا بالنور اللي الله سبحانه وتعالى وضعه في قلوبهم. عشان هيك هؤلاء من الابتداء في قلوبهم مرض، فسيزداد مرض هذا القلب.
يقول سبحانه وتعالى يضل به كثيرا، يعني الإنسان اللي أصلا في قلبه مرض لما ينظر إلى هذه الأمور ولا يرى قدرة الله ثم يدعي إنه هذه القدرة لمخلوق أو إنسان، شو بيسوي؟ يضل أكثر ويمرض قلبه أكثر. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. لاحظوا هون إخواني، إن الله سبحانه وتعالى جعل الضلالة قبل إيش؟ قبل الهداية. قال يضل به كثيرا، بعدين شو قال؟ يهدي به كثيرا. ليه؟ لأنه المقصد الأهم من هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى بده يفرجينا إنه في مشكلة في جزء من الناس اللي هي بتنظر لخلق الله سبحانه وتعالى ولا تستطيع أن تصل إلى تعظيم الله. يعني مش المقصد الإنسان المؤمن، المقصد الأولاني اللي هو مين؟ الكافر لا يستطيع أن يصل إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى بكفر طبعا، وأيضا تشمل المؤمن، ولكن المقصد الأساسي من هو الكافر. عشان هيك لما يقول سبحانه وتعالى ابتدى بإيش؟ يضل به كثيرا، ثم يقول ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. شو معناتها وما يضل به إلا الفاسقين؟ يعني أصلا الذي لم يستطع أن يعظم الله عز وجل من نظرته للأمور أصلا هو فاسق، أصلا هو فاسق. إيش يعني فاسق إخوان؟ حتى نعلم معنى الفسوق أو فسقة، لربما كانت أقرب كلمة لفسقة اللي هي فقس، إحنا بنستخدمها لما نقول إنه هذا الصوص فقس من إيش؟ من البيضة، من البيضة. يعني الصوص شماله خرج من البيضة. إحنا إخواني مغلفين، الإنسان أصلاً لما يكون في هذه الدنيا هو مغلف برحمة الله عز وجل. مغلف بإيش؟ برحمة الله عز وجل. إلا إنه إنشاء هذا الإنسان يستطيع أن ينقر على جدار الرحمة. كيف الصوص بنقر على البيضة من الداخل؟ يستطيع الإنسان أن ينقر على جدار الرحمة، بدوش الرحمة وتمه ينقر وينقر لحد ما إيش؟ لحد ما يكسر هذا الجدار ويفسق من الرحمة، يخرج من الرحمة. ومع أنه إخواني هو يخرج من الرحمة إلا أنه برحمة الله عز وجل شو بتمه؟ بتمه معلق بالرحمة، كأنه بيبقى خيط ما بينه وبين الرحمة، حتى إذا شاء إنه شو يسوي؟ إنه يستغفر الله ويرجع ويعود إلى داخل الرحمة ويطلب من الله عز وجل بالاستغفار أن يرمم هذه البيضة، بيضة الرحمة. فالله سبحانه وتعالى يقول إنه الضلال في نظرة الناس إلى آيات الهداية اللي موجودة إنما تأتي بخلل أصلاً موجود من عند الإنسان. هذا الإنسان هو أصلاً من الابتداء كان يبحث عن أي طريقة يخرج فيها من الرحمة، وعدم قدرته على تعظيم الله عز وجل بنظرته للأمور، يعني لما ينظر للشمس أو القمر أو السماوات أو الأرض أو الماء أو الشجر أو الحجر، لما ينظر لها إنه هذا إشي طبيعي ولا يستطيع أن يعظم الله سبحانه وتعالى فيها، فشو بكون؟ بكون هو ما بدوش إنه يوصل للرحمة ويكون عماله بيبحث عن الخروج من رحمة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا يجبره على الرحمة، عشان هيك بده يعطيه المجال أن يفسق. وإن فسق وتدلى بخيط الرحمة كما قلنا تم في خيط رفيع إذا هو شاء، لأن الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب، إذا شاء أن يعود ويستغفر الله إلى الرحمة حتى يعيده. ولكن هو أصلا كما قلنا هو نظر أو كانت نظرته للأمور لأنه لا يريد أن ينظر إلى رحمة الله عز وجل وأن يعظم الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. طلع هذول الفاسقين، كأنه سبحانه وتعالى من البداية بربط لي كيف أتعرف على هذا الصنف من الناس. يعني هذا المثال الله سبحانه وتعالى أعطاني إياه حتى أني أنا أستدل على مجموعة من الناس اللي الله سبحانه وتعالى بدأ فيهم أنهم ضالين، أنهم فاسقين. كيف أستدل عنهم؟ شو بقول؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. طيب وما هو أهم ميثاق بين وبين الله عز وجل؟ إخواني يعني هذا الميثاق سيعيدنا إلى بداية الخلق، سيعيدنا إلى السماوات،
قبل أن يهبط آدم إلى الأرض، سيعيدنا إلى اللقاء اللي كان بيننا وبين الله عز وجل، عندما قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ شو قالوا؟ قالوا بلى. هذا شو منسميه؟ منسميه ميثاق بيننا وبين الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يسألنا: أترضوا من التدبير؟ وهنا شو قلنا لهم؟ قلنا له بلى. هلأ هدول الله سبحانه وتعالى بقول الذين ينقضون عهد الله، يعني هدول اللي قالوا لله عز وجل بلى وقالوها كذبا، سيظهر كذبهم فين؟ في الدنيا. ومن أهم المظاهر التي ستدل على كذبهم وعلى إنه هم قالوا بلى لله كذبا، إنهم إيش؟ لا يعظم الله سبحانه وتعالى عندما يروا خلق الله عز وجل، حتى لو في إيش؟ في بعض. فهيك إخواني النصيحة، أنا بقول حتى الإنسان المسلم إن قرصته بعوضة، شو لازم أقول؟ لازم أقول سبحان الله، لازم أقول الحمد لله. ليه؟ لأنه سيجد في هذه القرصة تعظيم الله الواجب اللي بيبعدنا عن شبهة إنه إحنا إيش؟ ناقضين للعهد اللي بيننا وبين الله، لأنه إحنا نرضى من الله إيش؟ التدبير، نرضى من الله التدبير. وحتى قرصة البعوضة شو هي؟ تدبير من الله عز وجل. أليس التدبير من الله؟ هي تدبير من الله. عشان هيك الإنسان المسلم إخوان يحمد الله عز وجل على كل شيء، حتى لو كان في إيش؟ أذية أو ضرر إله، وحتى إنه كان يعتقد إنه فيها ضرر إله، لأنه في النهاية طلعوا إخوان لما إحنا قلنا لله عز وجل بلى نرتضي منك التدبير، ما ظنك بالله؟ هل يأتي من الله سبحانه وتعالى شر؟ أنت قلت لله عز وجل أنا أرضى منك التدبير. ليه؟ لأنك أنت بتعرف أنه هذا الله عز وجل ولا يأتي من الله سبحانه وتعالى ما هو شر. إذا أنت نظرت إلى، حتى نرجع على المثل، إلى قرصة البعوضة إنها شر، أنت لم تستطع أن ترى الخير في تدبير الله. كأنك نوعا ما بطريقة ما مش عمالك بتقدر تحافظ على جودة، مش على أول على العهد، ولكن على جودة الميثاق اللي بينك وبين الله. محافظتك على جودة الميثاق إنك أنت تستطيع أن تدرك أن كل شيء يصيبك هو من الله، وأن كل شيء أصابك هو خير لأنه من فين؟ من الله. وأنه لا يمكن أن يأتي شيء غير الخير من الله عز وجل. هذا إخوان الميثاق اللي بيننا وبين الله. أما هؤلاء إخوان الله سبحانه وتعالى يتكلم عنهم، اللي هم وصفهم بالكفار بالضالين في الفاسقين، شو قال عنهم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. أصلا الميثاق الأول كان كذب، وسيظهر هذا الكذب فين؟ في نقضهم للمواثيق، إنهم لا يرضوا تدبير الله عز وجل في الدنيا، لا يرضوا بتدبير الله في الدنيا. عشان هيك ما بيحمد الله، ما بيشكر الله، ما بيعظم الله سبحانه وتعالى ولا بأي شيء يحدث معهم في هذه الدنيا. المسلم إخواني يعلم أنه كل شيء سواء كانت مصيبة، ابتلاء، هم، غم، إنما هي لخير، إما إنها كفارة لذنب أذنبه أو إنها درجة في الجنة إن شاء الله عند الله. ونذكر إخواني أنه يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء منهم الأنبياء، ثم الصالحين، ثم الأمثل فالأمثل. الأنبياء فين موجودين؟ في الجنة إخواني، في أعلى الدرجات، عليين. نحن دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع الأنبياء في عليين. ليش الأنبياء في عليين؟ لأنه هم قبلوا الابتلاءات على عظمتها وعلى شدتها. أشد الناس ابتلاء الأنبياء، لما جاء الابتلاء للأنبياء شو قالوا؟ ارضينا يا الله، وحمدوا الله وشكروا الله على هذا الابتلاء. عشان هيك الإخوان إحنا يفترض فينا المسلمين أن نكون على قدر هذا الميثاق اللي كان بيننا وبين الله عز وجل: ألست بربكم. وشوفوا يعني رحمة الله عز وجل عشان ما ننسى هذا الميثاق، عشان ما ننسى هذا الميثاق. أكم مرة إحنا بنقرأ سورة الفاتحة في يوميا،
يعني إذا أخذنا فقط الفروض دون السنن دون النوافل دون قيام الليل دون غيرها، في عندك 17 ركعة. 17 ركعة بتقرأ في كل ركعة إيش؟ الفاتحة. الفاتحة شو بتقول فيها؟ الحمد لله إيش؟ رب العالمين. شو يعني رب العالمين؟ يعني أنا أرتضي منك يا الله التدبير، مش هذا هو رب العالمين؟ يعني أنا أرتضي منك يا الله التدبير، ومش بس هيك، أنا أحمدك يا الله على هذا التدبير. وهذا التدبير أحياناً أنت بتشعر بسوء منه، يعني بتخسر تجارتك، بتخسر مالك، يعني بتخسر شغلك، يموت لك قريب، وهكذا تشعر بسوء، ولكنه هذا شو هو؟ تدبير الله. هذا الميثاق اللي كان بينك وبين الله، هذا تدبير الله، ويجب أن ترضى وأن تحمد الله على هذا التدبير وتقول الحمد لله. وفي الحديث إخواني أن الله سبحانه وتعالى يسأل ملائكته ويقول أقبضتم روح ابن عبدي؟ ايش تقول الملائكة؟ نعم يا الله قبضنا روح ابن عبدك. فيسألهم أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول نعم يا الله أمرتنا فقبضنا ثمرة فؤاده. يقول أقبضتم فلذة قلبه؟ فتقول الملائكة نعم يا الله أمرتنا فقبضنا فلذة قلبه. يقول سبحانه وتعالى وماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة حمدك واسترجع. يعني شو قال؟ الحمد لله رب العالمين. فيقول سبحانه وتعالى ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني هون إخواني هون الإشي الذي ينظر إليه، هون مسميها العقدة اللي لازم يعني يتم اختبارنا فيها، إن الله سبحانه وتعالى يبتلينا حتى يرى هل فعلا نحن نحافظ على الميثاق اللي كان بيننا وبين الله، ونجدده يوميا. كلما قرأنا آية الفاتحة نجدد هذا الميثاق، هل فعليا نحافظ عليه؟ فإن فعليا كنا من الصادقين بالميثاق ونحافظ على هذا الميثاق، فيجب أن نحمد الله عز وجل على كل تدبيره. سواء أنت فرحت بشيء حصل معك تحمد الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وسواء أصابك هم أو غم أو مصيبة شو بتسوي؟ تحمد الله عز وجل، لأنها من تدبير الله عز وجل، وهي يعني أسلوب يفحصك فيها سبحانه وتعالى إن كنت فعلا بحق من أصحاب هذا الميثاق. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن الكفار ويقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أو يوصل. وماذا أمر الله سبحانه وتعالى؟ أمرنا أن نصله. يجب إخواني أن نبقى في هذه الدنيا على كلمة لا إله إلا الله. إن قلنا لا إله إلا الله فنحن وصلنا ما أمرنا فيه سبحانه وتعالى. ولا لا لا إله إلا الله ليس فقط كلام، أيضا أفعال، لأنه لا إله إلا الله هي الطريق الذي سيوصلك بإذن الله إلى الجنة. يعني في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد نحن دائما نوحد الله عز وجل بأول إشي بذاته أنه واحد أحد فرد صمد ليس له مثيل ولا شبيه ولا شريك، وثانيا بأفعاله يعني كل شيء أصابني من مين؟ من الله عز وجل. يعني إذا جاء إنسان وقدم لي خير، هذا الخير من فين؟ هو من الله عز وجل. طب وإذا جاء إنسان وأصابني بالشر، هذا الشر من فين؟ من الله. الخير سواء جاء عبر كائن أو مخلوق أو إنسان، والشر سواء جاء عبر كائن أو مخلوق أو إنسان، كلاهما من فين؟ من الله. طيب لو جاء إنسان يريد أن يقدم لي خير، وهذا الخير ما كتب لي إياه سبحانه وتعالى، هل يستطيع؟ طيب وإذا جاء إنسان بده يضرني بشر لم يكتب لي إياه سبحانه وتعالى، هل يستطيع؟ لا يستطيع. طيب لو اجتمعت الإنس والجن، شوفوا في الحديث
في الحديث القدسي ماذا يقول سبحانه وتعالى على لسان سيدنا محمد؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالخير والشر كلاهما من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. عشان هيك لما نقول نحن نصل ما أمرنا سبحانه وتعالى ليس فقط بلساننا ولكن بأفعالنا وتصرفاتنا، نحن دائما نعلم أنه إحنا نوحد الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله وأيضا في صفاته. شو يعني في صفاته؟ يعني لما إحنا ننظر للشيء نقول والله هذا إنسان كريم، إنسان كريم، شو لازم تعرف أنه مين الأكرم؟ الله سبحانه وتعالى. ومهما كان كرم هذا الإنسان لا يمكن مقارنته بكرم مين إلا. طب لما نعلم أنه في إنسان قوي أو في جيش قوي أو في دولة قوية، فشو لازم أكون عارف أنك إنسان مؤمن؟ أن القوة لمين؟ لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى صاحب كل الصفات، فلا يمكن أن تكون هناك صفة لإنسان أو مخلوق أو مجموعة من الناس تتعدى أو حتى تصل شيء بسيط 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 من قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا إخواني، هذا الفهم هو أنك أنت توصل ما أمرك الله سبحانه وتعالى أن يوصل، أنك أنت تبقى في صلة ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى باعتقادك. فإن صح الاعتقاد شو بصح بعديها؟ العمل. لأنه العمل مبني على إيش؟ على الاعتقاد. واحد بتبرع شو بسأل؟ طب شو نيته؟ لأنه عمله لازم يكون تابع لإيش؟ لاعتقاده. عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام شو قال لنا؟ إنما الأعمال بالنيات. شو بسأل شو 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 اعتقاده لما تبرع بمال؟ فإذا قلنا إنه هو ينوي إرضاء الله سبحانه وتعالى شو بنقول؟ فهو وصل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل. طب إذا كان اعتقاده شوفوني يا ناس إني أنا بتبرع، فهل وصل ما يريد سبحانه وتعالى به أن يوصل؟ طبعا لا. فيجب أن يكون العمل مبني على إيش؟ على هذا الاعتقاد اللي أنت لازم تبنيه بمعرفتك بالله سبحانه وتعالى. وإحنا معرفتنا بالله سبحانه وتعالى إنه الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو لا يريد منا شيء، خلقنا لينعمنا ولنكون من أهل الجنة، والله سبحانه وتعالى لم يجبرنا على الجنة وخيرنا وقال ألست بربكم هل ترضوا مني الجنة؟ وإحنا قلنا بلى، ولكن نعلم أنه في جزء شو قالها؟ قالها كذبا، كذب على الله وهو لا يعتقد بتدبير الله ولكنه قال بلى. والله سبحانه وتعالى نعلم يعني من اعتقادنا في الله أنه سبحانه وتعالى حيي ستير، أراد أن يستر على هؤلاء وأن لا يفضحهم إنهم كذبوا على الله وقالوا بلى كذبا. عشان هيك الله سبحانه وتعالى لم يعذبهم مباشرة في نار جهنم، لأنه من اعتقادنا بصفات الله سبحانه وتعالى إنه تعذيبهم في نار جهنم هو فضح لهم. والله سبحانه وتعالى شهور، الله سبحانه وتعالى حيي ستير. عشان هيك الله سبحانه وتعالى دبر الأمر وهو المدبر سبحانه وتعالى أن نهبط جميعنا إلى الأرض، وأتاح لنا المجال للعمل وقال إنه إحنا في هذه الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعملون أمور بمقتضى الاعتقاد بذات الله سبحانه وتعالى. إذا اعتقادك سليم يوصلك إلى الجنة، وإذا اعتقادك خطأ يوصلك لفين؟ للنار. وهذا العمل من يشهده؟ باقي الناس. واعتقادنا بالله سبحانه وتعالى أنه هو أهبطنا وجعلنا شهداء على الناس. الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالذي يعمل بشيء يختلف عن المعتقد الذي يفترض بنا أن نعتقده بذات الله سبحانه وتعالى وتدبير الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى، شو بنعرف؟ بنعرف انه عمله ليس بسليم، ونكون من الشهود عليه ان هذا الانسان لم يعمل بهذا المقتضى، فيكون الانسان هو الذي فضح نفسه وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي فضحه انه لا يسير على الصراط المستقيم. هذا اعتقادنا بالله سبحانه وتعالى، واعتقادنا بالله سبحانه وتعالى انه هو وضعنا هنا ونحن في هم وغم وكرب وشدة وابتلاء.
يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ويقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وفي الحديث الرجل اللي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له والله إني أحبك، شو قال لهم؟ قال له إن كنت تحبني فأعد للفقر تشفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل من رأس الجبل إلى منتهى. هذا اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى جعلنا درجات في الدنيا مش في الآخرة، في الدنيا. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليه؟ ليبلوكم فيما آتاكم، حتى نستطيع أن نكتشف الكافر وكفره بعمله وتصرفاته. ونقول هذا اعتقادنا، والمفروض أنه في أنا كإنسان مسلم أعلم كل هذه الأمور، وأعلم أيضا أن وجودي في هذه الدنيا لفترة زمنية بسيطة حتى لا يزداد الألم، لأنه وجودنا فيها شماله تعب وشقاء وهم وابتلاء وغم. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنه الدنيا سجن المؤمن، يعني كل هذه الشغلات موجودة، شريك تجعل وجودنا فيها لفترة مالها زمنية بسيطة. وقال سبحانه وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. يعني إذا أنت سألت نفسك كم عمرك الآن وقلت 30، قلت 40، قلت 50، اطلع على اللي مضى، ما تطلع على اللي جاي، اطلع على اللي مضى اللي راح كيف مضى، شو بتلاقيها؟ مثل لمح البصر. عشان هيك احنا نعتقد انه اللي جاي ايضا شماله لمحة بصر زي اللي رايح، ما تنظر فقط للقادم. اذا نظرت فقط القادم من غير ما تنظر للي راح، سيدخل ابليس في اعتقادك شو لك ايش، وهو لسه طويل، في عندك عمر طويل ومديد وتستطيع وتفعل وكذا، سيلبس عليك الشيطان. ولكن اعتقادنا انه اللي فات واللي قادم اتنين شمالهم لمحة بصر. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى سيخرجنا من هذا الابتلاء ومن هذا الغم ومن هذا الهم ومن هذه الدنيا إلى فين؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. فيها سننظر وراء ونرى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، فيها رضا الله سبحانه وتعالى بحيث لا يسخط علينا بعدها أبدا، فيها خلود ولا ممات، فيها لكم ما تدعون، يعني ولكم ما تدعون، في هذه الجنة يوجد كل شيء قد يخطر على بال. فهذه إخواني يعني فترة زمنية تنقضي، فإياكم أن تغتروا ويغركم فيها الشيطان. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي. الله أكبر. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك، بارك عمرك إن شاء الله. الله فيك يا شيخ، الله يكرمك ويرضى عنك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. مرحبا بك. عليكم السلام. كيف الحال؟ الله يرضى عنك، يحفظك ان شاء الله، يكرمكم ان شاء الله. مش عارف انت، انت من الطول ابو جمعه، ابو جمعه ماركه مسجله علامه تجاريه انت. بركه حبيبي، يبارك بعمرك يحفظك ان شاء الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
ويقينا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي المباركٌ دائماً وأبداً، وهو على كل شيء قدير. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء، إنك لا تخلف الميعاد.